الشاب الفلسطيني عبود اللي من أول ما بدأت الحرب أصبح وكأنه أصغر مراسل بيوثق كل حاجة بتحصل حواليه، سواء حصار أو دمار أو حتى جانب ولو بسيط من الجوانب الجميلة في غزة. مع كل حدث ومناسبة عبود بينشر فيديو جديد، والمرة دي استنى كل الناس تعايد بعضها برأس السنة الجديدة علشان ينشر على صفحته الشخصية معايدة مختلفة قال فيها: كل عام وأنتم بخير وإحنا مش بخير. كل عام وأنتم بخير، أما إحنا مش بخير. طبعا مش بخير، إيش بدك من شعبنا؟ حياته 2023 بحرب وبدأ 2024 بحرب، أنتوا كلكم بتحتفلوا وإحنا بنموت. يعني اللي ما استشهدت أمه، اللي ما استشهد أبوه أخوه، اللي ما استشهدش حد من عيلته راحت داره، يا انحرقت يا انهدت، صح ولا لا؟ أولا. ثانيا، على مدار أكثر من 85 يوم بنعاني في حياتنا، بنعاني في الأكل والشرب، بنعاني في حياتنا أصلا اليومية. يعني إحنا فيش نت، فيش أكل، فيش هو أنتوا بتكره حياتنا نت؟ مش على النت، إحنا مش قادرين نعيش، إحنا تعبنا في حياتنا. هجروا الشعب، كتلوه، عدموا عنه كل شيء. كل يوم بنموت وكل يوم بيجي أصعب من أخوه، يعني بروح مبارح اليوم أصعب من مبارح، بكرة بيجي أصعب وبعده أصعب. كل يوم بنموت وكل يوم بنعاني ومحدش مدور علينا. فدمتم بخير وخلاص، ايش تحكيكم يعني. بس تعاطف كبير من رواد السوشيال ميديا مع فيديو عبود. فيديوهاته بتجيب تعليقات كتيرة جدا، منها مثلا في تعليق قال من رنا: عبود حبيبي، كل شيء بيجي من ربنا إلا بيكون وراه خير، وبعد العسر يسر، وإن شاء الله ده يكون شفيع ليكم يا أبطال. كمان كان في تعليق من سلام قالت: ما حدش مبسوط يا عبود، والله عالم بالقلوب، في ناس مفصولة عن الواقع وفي ناس بتمشي أمورها عشان تفضل متوازنة قدر الإمكان. أخيرا كان في تعليق من محمد علا وقال: ما تزعلش وقول يا رب.